وبتحذير من ركود عالمي محتمل، هكذا بدأ رؤساء الشركات والاقتصاديون اجتماعاتهم في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس. وفقا لاستطلاع نشره المنتدى، توقع حوالي ثلث كبار الاقتصاديين في العالم ركودا عالميا هذا العام مع تخفيض الشركات للتكاليف. وفي استطلاع آخر أجرته PwC خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من العام الماضي، شمل أكثر من 4400 من قادة الأعمال، توقع 73% منهم تباطؤ الاقتصاد العالمي خلال 12 شهر المقبل، وهي أسوأ قراءة للاقتصاد العالمي سجلتها شركة الاستشارات منذ بدأت الاستطلاع في العام 2011. إلى ذلك تراجعت ثقة قادة الأعمال في آفاق نمو شركاتهم إلى أدنى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية في 2008. وفي إطار هذه النظرة المستقبلية المتشائمة، أشار نحو 40% ممن شملهم استطلاع PwC إلى أن شركاتهم لن تكون مجدية اقتصادياً خلال العقد المقبل إذا لم يتم إعادة هيكلة الأعمال. وسط هذه التوقعات المتشائمة، كان هناك نقطة مضيئة في الاستطلاع، حيث قال 60% من الرؤساء التنفيذيين أنهم لا يعتزمون تخفيض عدد موظفيهم. وينضم إلي الآن من جنيف مارشال جيتلا، وهو محلل ومستشار اقتصادي. صباح الخير مارشال، وأهلا وسهلا بك معنا. هذه الاستطلاعات التي تشير إلى التشاؤم، هل ترى فيها بأنها leading indicator ولا lagging indicator؟ يعني هل هي تنبئ بما هو قادم، ولا هل هي تعطينا ما بتنا نعرفه؟ Well, I think people are الناس يشعرون بشكل طبيعي بقلق من الركود مع وجود دورة تجديد نقدي، لكن الناس لم يأخذوا بالحسبان السرعة التي تراجع بها التضخم في جميع أنحاء العالم. لذلك فإن الفوائد على الأغلب ستصل إلى الذروة في وقت أبكر من المتوقع، وهذه إشارة إيجابية للاقتصاد العالمي. على الأغلب لن يكون الركود حاصلا في النصف الأول من العام. وبالتالي هل هناك سبب إذن للبنوك المركزية أن تستمر بمسارها، مسار التضييق الذي اتخذته؟ قد تستمر في المسار، ولكن بوتيرة أبطأ مما توقعنا. في أمريكا هناك حديث عن الرفع ب 25 نقطة أساس فقط. إذا نظرنا إلى معدلات التضخم على أساس سنوي، نعم التضخم مرتفع، لكن إذا أخذنا ما حصل في آخر شهرين ووضعناه على أساس سنوي، التضخم ربما عاد إلى المستهدف تقريبا. في أمريكا التضخم الأساسي على أساس ثلاثة أشهر هو 3.1% في آخر شهرين. إذن الرقم قريب من مستوى 2%، ولن يضطروا إلى رفع الفائدة إلى 6.7% كما كان البعض يتوقع. هذا الأمر سوف يدعم معنويات المستهلكين وسيدعم النشاط في المستقبل. أنا متفائل نوعا ما بتأثير ذلك على العالم، وأيضا إعادة فتح الاقتصاد الصيني، هذا الأمر سيعطي دفعة قوية لاقتصاد العالم. طب سؤال، ما هو هامش الخطأ يمكن المتاح والذي يستطيع صناع السياسة النقدية الآن، أو ما هو هامش الخطأ المتاح لصناع السياسة النقدية بالوقت الحاضر؟ قديش ممكن بعد أنهم يغلطوا بدون ما يسببوا أذى للاقتصاد العالمي؟ هذا سؤال وجيه. نحن أمام نقطة تحول هامة، وخاصة إذا ارتكبت البنوك المركزية خطأ. من المستحيل التنبؤ بالمستقبل، والسياسة النقدية تعطي نتائجها بعد فترة متأخرة، وعادة فترة إعطاء نتيجة هذه عملية غير سهلة. الأمر مرتبط ب ما سيحصل، ومن الصعب التنبؤ بالمستقبل كما قلت. إذن قد يفرطون في التشديد أو يدخلون الاقتصاد في حالة ركود طفيف، هذا وارد جدا، و
ربما إن حصل سيحصل في النصف الثاني. البطالة في أمريكا قريبة من المستويات القياسية المتدنية، والوضع ذاته في المنطقة الأوروبية، وهناك تراجع في التضخم، وهناك إعادة فتح للصين، وهناك عناصر إيجابية تدعم الاقتصاد العالمي. وبالتالي أنا لست قلقا من التشديد المفرط، لأنهم إذا فعلوا ذلك ربما يتراجعون عن هذه الخطوة بسرعة. حلو. طيب يمكن مثل ما ذكرت صعب بالنسبة لصناع السياسات أو حتى للاقتصاديين أنهم يتنبؤوا بشو ممكن أنه يحصل بالمستقبل، لكن أسهل على الرؤساء التنفيذيين للشركات يلي هي عناصر الاقتصاد، يلي هي الألمنتس يلي بتشكل الاقتصاد، أنهم يتنبؤوا شو حيصير بشركاتهم، طبعا ضمن هامش أيضا محدد. فبرأيك مما نسمعه الآن من تشاؤم لدى الرؤساء التنفيذيين كما سمعنا من استبيانين، واحد من دافوس والثاني من PwC قبل شهر شهرين، هل إلى أي مدى أنتم كاقتصاديون تأخذون هذه التنبؤات من الرؤساء التنفيذيين بعين الاعتبار؟ هذا صحيح، هم يراقبون الأوضاع على الأرض وإلى حد ما يجسون نبض الاقتصاد، ونشاط المستهلكين له دور مهم وهو ينعكس في نتائج الشركات. إذن هؤلاء الأشخاص لديهم إحساس جيد بما سيحصل على الأرض وما يحصل على الأرض، لكن هم يعتمدون على بيانات سابقة أو بيانات مستقبلية، وليست لديهم كرة سحرية يستطيعون من خلالها قراءة المستقبل. هم يأخذون بالحسبان التأثير الأحداث الحاصلة في العالم أيضا. إذن بالتأكيد يجب أن نتوخى الحذر، ولا يجب أن نتجاهل ما يقولونه، لكن لا يجب أن نقول إن تنبؤاتهم بالضرورة يقينية، لأن الكثير من شركاتهم حتى لا تحقق ما هو متوقع منها أصلا. مارتن جيتلر، شكرا جزيلا لحضورك معي اليوم. اشتركوا في قناة اقتصاد الشرق مع بلومبرغ على يوتيوب لمتابعة برنامج الصباح مع صبا، معي أنا صبا عودي.